خلينا برضو بقى نتكلم يا كريم في آخر المستجدات وملف نائب رئيس النادي اللي بقالنا تقريبا يومين بنتكلم فيه. النادي الأهلي أرسل بالأمس خطاب لهيئة قضايا الدولة الموقرة بيطلب فيه محضر اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد اللي جرى يوم الجمعة الماضي، ولم يتسلموا نادي حتى تاريخه زي ما بنتكلم حضراتكم دلوقتي، لسه لم يتسلموا النادي. بيتضمن تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2021-2025 في فئات مناصب المناصب المختلفة، الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق، أعضاء فوق السن وأعضاء تحت السن. ده وفقا للإعلان اللي تفضل به المستشار الجليل رئيس اللجنة القضائية بعد الانتهاء من عملية الفرز. جاء في البيان أنه تم عرض اعتماد فوز العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية وحصوله على موافقة، هنا بنتكلم أكتر من 25% من عدد الحضور. جميل، وده اللي بيؤكد أن طلب عرض أمر المرشح على الجمعية العمومية مرة تانية يدعو للدهشة والاستغراب. احنا بنستعرض لحضراتكم الموضوع تاني. طيب ده خاصة ايه؟ خاصة انه تم عرضه بالفعل من خلال استمارة التصويت المعتمدة والمختومة من الجهة الادارية اللي تم ادراج اسم العمري فاروق فيها لاعتماد فوزه بالتزكية. تمام؟ طيب حصل على ايه؟ حصل على نسبة تأييد من اعضاء النادي تجاوزت 94% من الحضور. طيب وذلك لإعلاء سلطة الجمعية العمومية وحفاظا أيضا على استقرار مؤسسة النادي الأهلي اللي بتعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن. فبعد كل ده واللي بنوضحه وهنفضل نوضحه تاني، إحنا محتاجين فعلا نفهم في إيه. حاجة غريبة جدا.